والآن وقفة اقتصادية من نشرة التاسعة. وشروق عماد، أهلا بك شروق. أهلا بكما سحر وأميرة، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة. كشف مصدر مصرفي عن وجود إقبال ملحوظ لعمليات شراء الشهادات الدولارية الجديدة التي تم طرحها من خلال البنك الأهلي المصري وبنك مصر بدءا من الأربعاء الماضي. وتعد الشهادات الجديدة من أفضل الأوعية الادخارية الدولارية عالميا من حيث معدل العائد، حيث تقدم فوائد متنوعة وفقا لمدة الشهادة. عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لقاء موسعا بأعضاء جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة بالإسكندرية لبحث سبل تطوير العمل بالمنطقة. وأعلن رئيس الهيئة بدء التطبيق الفعلي لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ومن أهمها حظر إصدار أي جهة قرارات تنظيمية تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار. سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية في مستهل تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمارات المصرية والعربية، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين المصريين والعرب نحو البيع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10 مليارات جنيه، لتنهي التعاملات عند مستوى 1,189 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 2.2 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.24% ليبلغ مستوى 17,554 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.4% ليبلغ مستوى 3,517 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 41% ليبلغ 5,192 نقطة. في منطقة الخليج، أغلقت البورصة السعودية على انخفاض مواصلة خسائر الجلسة السابقة بفعل عمليات جني الأرباح. وتراجع المؤشر السعودي بنسبة 0.5%، فيما صعد المؤشر القطري بنفس النسبة البالغة 0.5%. حثت اليابان سريلانكا التي أعلنت العام الماضي إفلاسها على تسريع إعادة هيكلة ديونها مع مقرضيها، ولا سيما الصين أكبر دائنها. ورحب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي بالإصلاحات الاقتصادية بموجب حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، لكنه قال إن سريلانكا بحاجة إلى تسريع وتيرة المفاوضات مع دائنها. أعلن البنك المركزي المغربي أن اقتصاد البلاد سجل نمواً قدره 1.3% في عام 2022 مقابل 8% في عام 2021. وأشار المركزي إلى استمرار تحسن المالية العامة للبلاد في ظل الظروف غير المواتية والمجهود الذي بذلته الدولة لتخفيف وقع ارتفاع الأسعار على الأسر والشركات. وأوضح البنك المركزي المغربي أن عجز الميزانية تراجع إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي. انتهت جولتنا الاقتصادية، وعودة من جديد إليكم سحر وأميرة. شكرا لك شروق.